الرود وايرلس جو مارك 2 واحدة من أروع المايكات اللاسلكية اللي أنت ممكن تجربها، وأمانة شركة رود شركة غنية عن التعريف في مجال المايكات. وبعد ما جربت الإصدار الأول وأمانة كنت معجب جدا بأداء المايك هذا في الإصدار الأول، طلعت شركة رود بالإصدار الثاني اللي من أكبر مميزاته هو أنه فيه له مايكين وريسيفر، فبإمكانك أنك أنت تسجل حوار بين شخصين باستخدام هذا المايك. فإذا أنت حاب تتعلم أكثر عن المايكات ضرورة تتابع الفيديو الجاي. أنا محمد مشعل وهذا قناة مش فوتوغرافي. هذه القناة هدفها الأساسي هو تطوير المصورين إن كان في مجال المعدات أو حتى في أساليب التصوير. فإذا أنت جديد على القناة تقدر تقرر إذا أنت كنت حاب تشترك أو لا. فاليوم أنا جاي أكلمكم على واحدة من أروع المايكات اللي أنتجتها شركة رود اللي هي الرود وايرلس جو، واحدة من أروع وأصغر المايكات اللاسلكية اللي أنا جربتها. وأمانة أول ما جربتها كنت جدا معجب بأداء هذه المايكات مقارنة بحجمها اللي يعتبر جدا صغير وسهولة استخدامها عكس المايكات الوايرلس الثانية اللي غالبا يكون حجمها شوية أكبر وبنفس الوقت يكون فيها عدة channels أو يكون فيها قنوات كثيرة تلخبط إذا أنت كنت في مكان فيه له كثير أشخاص ومعاهم مايكات وايرلس. لكن جربت الرود وايرلس جو مارك 2 في مختلف ظروف التصوير وأمانة كان أداؤه جدا بطل، فحبيت اليوم أن أنا أكلمك عن المايك وأعطيك نظرة عامة عن هذا المايك مع تجربة للصوت بالمايك. فيلا نبدأ. بداية مايكات الرود وايرلس جو مايكات لاسلكية وهي مايكات تعتبر حجمها جدا صغير إذا أنت بتقارنها بالمايكات اللاسلكية الثانية من الشركات الثانية زي سنهايزر وغيرها، وأمانة الأداء في هذه المايكات جدا ممتاز إذا أنت بتقارنها بالشركات المنافسة لشركات رود. بنفس الوقت أسعار مايكات الرود جو وايرلس تعتبر أسعار جدا منافسة إذا أنت كمان بتقارنها بشركات زي سنهايزر اللي تعتبر أسعارها نوعا ما مرتفع إذا أنت بتقارنها بشركة رود. فأنا في هذا المقطع ما راح أتكلم عن أساسيات المايك أو أنه إيش أساسا مواصفات المايك، لكن راح أعطيك إيش الأشياء اللي تطورت في الإصدار الثاني على الإصدار الأول واللي أمانة كانت تطورات جدا رائعة في الإصدار الثاني. أول حاجة طورتها شركة رود في هذا المايك هو موضوع أنه صار في مايكين في الصندوق عكس الإصدار الأول اللي كان مايك واحد وريسيفر واحد تشبك على الكاميرا عشان يصير هو المستقبل، لكن في الإصدار الثاني صار في مايكين وريسيفر واحد، فصار بإمكانك أنك أنت تسجل حوار بين شخصين فقط بشرائك للرود جو وايرلس مارك 2. أول إذا أنت كنت حاب تسجل كلام شخصين أو تسجل حوار بين شخصين لازم يكون عندك اثنين أو نسختين من الرود جو وايرلس اللي بيكون هذا تكلفة مادية إضافية عليك إذا أنت حاب تشتري الرود جو وايرلس، لكن في الإصدار الثاني صار موجود مايكين وريسيفر. الشيء الثاني اللي طورته شركة رود في الإصدار الثاني هو أنه صار في internal recording أو صار في بإمكانك أنك أنت تسجل ملفات الصوت على نفس الريسيفر، وهذا شيء يعتبر جدا استثنائي، فصار بإمكانك أنك أنت تسجل الصوت على المايك وبعد كذا تقدر أنك أنت تستخدمه كملف صوت خارجي وتستخدمه في برامج المونتاج وتضيف الصوت، وهذا يعتبر أمانة شيء جدا استثنائي من شركة رود اللي سوته أنه صار في internal recording. وأمانة هذا الشيء أبدا ما كنت أتوقع أنه هو ممكن يصير بسبب صغر حجم المايك اللي هو الوايرلس جو، وأمانة شركة رود سوت حاجة استثنائية أنه صار بإمكانك أنك أنت تسوي تسجيل داخلي للملفات في الوايرلس جو مارك 2. الشيء الثالث اللي طورته شركة رود في الإصدار الثاني من الوايرلس جو هو أنه صار في سوفتوير أو برنامج بإمكانك عن طريقه أنك أنت تحدث المايكات على آخر سوفتوير، بالإضافة إلى أنه بإمكانك أنك أنت تسجل الصوت بطريقة مونو أو ستيريو بناء على رغبتك، وأمانة هذا الشيء يعتبر جدا رهيب في المايك مقارنة بحجمه وسعره. الشيء الرابع اللي طورته شركة رود في الإصدار الثاني هو موضوع البطارية، فصار بإمكانك أنك أنت تستخدم المايك لسبع ساعات متواصلة من التسجيل عكس الإصدار الأول اللي كان تقريبا 5 ساعات ونص إلى 6 ساعات، ويعتبر ساعة إضافية شيء جدا ممتاز مقارنة بأنه الحجم هو نفسه ما أتغير إلى الإصدار الثاني، يعني الإصدار الأول والإصدار الثاني بنفس الحجم لكن أداء البطارية صار أفضل من السابق، بالإضافة لأنه بإمكانك تشحن المايكات والرسيفر باستخدام منفذ التايب سي اللي موجودة فيها، وهذا شيء جدا رائع لأنه منفذ التايب سي يشحن بشكل سريع، فبإمكانك فقط بساعتين أنك أنت تشحن المايك
فل. وبإمكانك أنك أنت تستخدم لافالير مايك أو المايك السلكية أو النيك مايك، بإمكانك أنك أنت تستخدمها في المنفذ الموجود في المايك الخاص بالوايرلس جو مارك 2، وهذا الشيء موجود في الإصدار الأول، لكن الآن أمانة لاحظت أن هم حسنوه وصار أداؤه جدا أفضل. بنفس الوقت من الأشياء اللي جدا رهيبة هو الديد كات، أو نقدر نقول القطعة اللي تنحط فوق المنفذ حق المايك إذا كنت في مكان فيه له صوت هواء أو كان فيه له رياح، وهذا الشيء هي اللي يحجب صوت الهواء من المايك. ففي الإصدار السابق كان أمانة مجرد ما أنك أنت تركبها تطيح على طول وما كانت تثبت، لكن في الإصدار الثاني أمانة صار أداءها جدا رائع، والطريقة اللي صارت تركب فيها على المايك جدا ممتازة وثباتها جدا عالي. من الأشياء اللي بتلاحظها في الإصدار الثاني هو أن الشاشة اللي موجودة على الريسيفر صار تظهر فيها كل المعلومات عن المايكين والبطاريات، وبنفس الوقت الليفل حقة المايك، فبإمكانك أنك أنت تعرف الليفل حقة المايك أو الشخص لما يتكلم إذا كان صوته جدا مرتفع فصار كليبينج أو صار فيه له مشاكل، فتقدر أنك أنت تضبط الصوت من الريسيفر، وهذا الشيء جدا رائع، وراح تلاحظ أنه البيانات صارت تظهر بشكل كامل على الريسيفر أو الشاشة حق الريسيفر. طيب الآن راح أسمعك الصوت اللي أنا جالس أسجله من الرود وايرلس جو. زي ما تلاحظ المايك موجود هنا، وأنا الآن راح أنتقل للمايك اللي موجود هنا. زي ما تلاحظ الآن هذا الصوت هو اللي جالس تسمعه من الرود وايرلس جو. زي ما تلاحظ أمانة جودة الصوت جدا رائعة مقارنة بحجم المايك وبنفس الوقت سعره. فسعر هذا المايك $299، اللي يعتبر سعر جدا منافس للمايكات اللي بنفس الجودة ونفس روعة ووضوح الصوت. فالآن السعر $299 أي ما يعادل 1200 ريال سعودي. فأمانة هذا المايك واحد من أروع المايكات اللي أنت ممكن تستخدمها في عالم التصوير، أو أقدر أقول واحد من أروع المايكات اللاسلكية اللي أنا جربتها. فإذا أنت استفدت الآن من هذا المقطع لا تنساني من اللايك، ولا تنسى أنك أنت تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل شيء جديد ممكن يطورك أنت كمصور. وإذا حاس أنه هذا المقطع ممكن أنه يفيد غيرك، يا ريت تشارك هذا الفيديو معه. أنا محمد مشعل، تشوفكم بالفيديو الجاي.